أولا الحلقة نقاشية بخصوص قانون تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بانتخابات مجلس النواب 2015، ونتمنى أن تتم 2015. بداية عايز أقول أن العادة بتاع لجنة حريات المحامين أن الحلقات النقاشية تبقى مغلقة على أعضائها نظرا للتداعيات الاختلافات القانونية بين الأعضاء، ولكن احنا النهاردة يا محمود بيحنا هنشتغل دلوقتي، اتفضل هنشتغل دلوقتي اتفضل. الموضوع في غاية الخطورة وغاية الأهمية. مجلس النواب القادم سوف يحدد مصير مصر لمدة لا تقل عن 50 عام. ليه؟ لأنه هيتعرض عليه بمجرد انتخابه لا يقل عن 150 قرار بقانون وتشريع، ودي من الخطورة بمكان أن الدستور ألزمه أن يقضي بقانونية وصلاحية هذه القوانين والقرارات في خلال 15 يوم، ودي مصيبة نعتقد أنها ستؤدي إلى قصور شديد في القوانين والتشريعات التي صدرت في خلال ال4 سنوات السابقة. فطبعا احنا كقانونيين كنا نتمنى ان الدستور يدي فترة سماح اكتر في المادة دي، لان المادة دي اللي موجودة في الدستور اللي بتحدد 15 يوم بس لمجلس النواب انه يقر تلك القوانين او يرفضها مسألة شبه مستحيل، شبه مستحيل. بالإضافة لحاجة مهمة جدا، ان المتخصصين في مجلس النواب القادم هيبقوا عدد قليل جدا، فبالتالي احنا بنطالب السيد رئيس الجمهورية تأجيل إصدار هذا القانون إلا بمناقشة مجتمعية مفصلة، لأن هذا المجلس من الخطورة في مكان، لأن تلك التشريعات لو أقرت من مجلس النواب بقيت 50 عاما على كاهل الشعب المصري، حلوها بمرها. وعليه احنا هنقول ان احنا الحلقة دي هتعتبر حلقة تمهيدية للحلقة الاساسية ان شاء الله الحد القادم اللي هيتواجد فيها الدكتور ابراهيم فرحات، واللي هيتواجد فيها نور فرحات والاستاذ عصام الاسلامبولي وكذا الاستاذ دكتور ابراهيم درويش، لان احنا بنعتقد في نقابة المحامين وفي لجنة الحريات إن هذا المجلس أخطر مجلس للنواب أو للشعب كما كان مسماه السابق في 100 عام السابق وال50 عام اللاحقة. هذا المجلس من الخطورة بمكان، لأن الدستور أعطى له صلاحيات قد تفوق صلاحيات السيد رئيس الجمهورية، بل وتعتدي على بعض صلاحياته المعتاد. فالمجلس القادم أخطر مما يتخيل البعض. فالسادة السياسيين أو السادة الحزبيين الذين يتعجلون في إصدار هذا القانون، أن نحن نرجو منهم أن يتريثوا، لأن هذا القانون من الخطورة بمكان سيأتي بمجلس نواب يوافق أو يرفض أو يقر أكثر من 150 قرار بقانون وتشريع. اتنين، احنا عايزين نقول ان بداية الحديث هي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، ونحن ممكن لها كل تقدير واحترام انها قضت بعدم دستورية نص المادة الثالثة. نص المادة الثالثة اللي هي حددت عدد مقاعد مجلس النواب بالنسبة للمقاعد الفردية، وقالت ان التوزيع الجغرافي والتمثيل والمساواة بين المواطنين والناخبين
والمقاعد مخالف لنص المادة 102 وعليه قضت بعدم دستورية. فأوقف اللجنة العليا للانتخابات إعلانها للترشح لمجلس النواب، وعدنا إلى النقطة صفر. الإشكالية إن أغلبية الطعون الثانية ما اترفضتش لعيوب أو لصحتها. لا 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 لا، معلش، هذه المفهوم خطأ. أغلبية الطعون اترفضت بسبب واحد بس، وانتفاء المصلحة والصفر. فبالتالي يجوز لصاحب المصلحة أن يعيد الطعن مرة أخرى على قانون مباشرة الحقوق السياسية. وبالتالي إحنا عايزين الموضوع يتم مناقشته، يتم مناقشته بشكل علمي وشعبي وسياسي في آن واحد. مش شرط ابدا ان الحكومه تستاثر بهذه التعديلات، انا ضد ده، لان مجلس النواب زي ما انا قلت كلنا هندفع فاتوره مجلس النواب القادم، وبلدنا الحبيبه في مصر الجديده ستدفع ثمن مجلس النواب القادم لمده 50 عام. انا بس عشان ما اطولش عشان زمايلي يتكلموا، احنا هنشوف الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها. قضت المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه الماده 3 و8 من القانون 46 لسنة 2014 والقانون 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر لمخالفتها نص المادة 102 والدستور، كما قضت ببطلان الحظ الموجود في نص المادة 8 وبخصوص بمزدوج الجنسية. أنا عايز نتكلم برضو في مزدوج الجنسية دي، وزمايلي كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. مين يا جماعة يقول لحامل الجنسيتين انه يبقى مشرع للقوانين المصرية؟ من يضمن ولاءه لهذه البلد وهو يحمل جنسية اخرى، ان تكون اسرائيلية او ان تكون امريكية او ان تكون كيفما كانت؟ هذه الخطورة وهذه التعديلات يجب، احنا بننادي السيد رئيس الجمهورية ان المادة دي لازم تتعدل ولازم يتحط الحظر، او اللي عايز يترشح لمجلس النواب يتنازل عن جنسيته الاجنبيه، اللي عايز يتمسك بجنسيته الاجنبيه يتنازل عن الجنسيه المصريه. فالكلام هنا وهنا غلط، كلام هنا وهنا غلط. ما ينفعش يا جماعه المشرع المصري يحمل جنسيه غير مصريه، كلام مش منطقي ومش مقبول. احنا قلنا ان الـ ان الـ ان الـ ان اغلبيه الطعون اترفضت لانتفاء المصلحه والصفه، يعني في الشكل وليس في المضمون. الخطوره بقى استمرار الحكومه. مفهوم المصلحه والصفه، مفهوم المصلحه والصفه في القانون انه لا يتوافر في رافع الدعوه مصلحه خاصه فعدم دستورية المادة المطعون عليه. فبالتالي اللي المترشح لمجلس النواب من حقه يطعن، فبالتالي هيتعاد الطعن مرة أخرى. عندنا إشكاليات خطيرة يا جماعة، القانون يجب أن يتم مناقشته مرة واثنين وثلاثة، واللي يناقش أساتذة قانون دستوري وعاملون في مجال الدستور في مصر، مش أي حد. مش معنى ان انا يتكتب ناشط سياسي او رجل سياسي ان انا ناقش دستور وقانون، الكلام مش مظبوط خالص. من النقاط اللي احنا هنتكلم فيها وسؤال النقاط، المقترحات احنا بنعرض المقترح الاول: 1 الابقاء على تقسيم الدوائر المحافظات الحدوديه كما هي بعد تحصينها بحكم المحكمه الدستوريه. 2 اضافه 20 مقعد على المقاعد الفرديه لتصبح 440 مقعدا بحيث يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية عليها. 3 إلغاء الدوائر ذات المقعد الواحد ودمجها في دوائر الجوار، يعني الدائرة اللي فيها مقعد واحد بس عشان قلة العدد السكان زي حلايب وشلاتين وبعض الدوائر الحدودية تنضم للدائرة اللي جنبها وتمثل في محافظة واحدة. 4 متوسط المقعد هتحسب ازاي بقى؟ متوسط المقعد
زاد عدد السكان زاد عدد الناخبين والناتج يقسم على 2، والناتج من هذه الحسبة يقسم على 440، فيكون المتوسط الانتخاب للمقعد تقريبا حوالي 160 ألف ناخب. يعني احنا عايزين نقول ان كل 160 ألف ناخب في مصر يبقى لهم مقعد واحد، وبالتالي نخرج من قصة انعدام المساواة في تقسيم الدوائر. ولكي يكون قانون مباشرة الحقوق السياسية دستوريا، نقترح تعديل المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لتحقيق المساواة في الحد الأقصى للإنفاق بين الجولتين. يعني احنا كان عندنا إشكالية لما قالوا ان الناخب الفردي على القوام الفردية 500 ألف جنيه، والقايمة كاملة كذا، احنا بنقول ايه؟ ان الحد الاقصى يبقى 500 ألف جنيه في النظام الفردي، ويكون الحد الاقصى للإنفاق في مراحل الدعاية 200 ألف جنيه، ويضرب الحد المشار إليهما يعني 500 في 200 في عدد المترشحين الذي تجمعهم القائمة الواحدة، عشان نجيب متوسط القائمة، ما يبقاش العملية في فرق بين حد بين الدعاية أو مبلغ الدعاية في النظام الفردي أضعافه أو أقل منه في القوائم، وبالتالي يبقى خلينا بمبدأ المساواة في الدعاية الانتخابية بين الفردي والقائمة. وطبعا احنا عندنا إشكالية كمان، ان كل اللي معاهم فلوس دلوقتي يا جماعة للأسف هيرجع بينا تاني لنظام ما قبل 25 يناير، فعندنا إشكالية خطيرة. وكذلك نطالب بتعديل المواد 1 و3 و4 و8 و10 و31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. كذا نقترح تعديل المادة 4 بشأن تقسيم جمهورية مصر العربية، النواحي التقسيمية للمحافظات. أيوة. وعدد من دوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 8 دوائر تخصص للانتخاب بالنظام القوائم، وعدد كل منهما 15 مقعد، يعني 8 يبقوا 15 عشان نعمل مساحة للتوزيع. يعني احنا بنقول ان العدد الكبير جدا للنظام الفردي والعدد القليل جدا لنظام القوائم، الكلام ده هيعمل لنا اشكالية، والاشكالية دي ممكن تخلينا نخل برضو بمبدأ المساواة. مش القصة ان في كتير جدا بيقولوا ان احنا عندنا احزاب كرتونية، هو ده نظام مبارك اللي فات اللي عمل الحزب الواحد. احنا عايزين نقول ان الاحزاب يجب ان تتعلم كيفية العمل بالسياسة وكيفية ان يكون مشرعا، لازم نديله الحق انه يترشح وانه يوصل لمجلس النواب عشان يتعلم ازاي يبقى مشرع ويتعلم ازاي يباشر حقوق سياسية، واحنا اللي نقوي الاحزاب. مش لازم الاحزاب تبقى قوية مباشرة عشان تخش وتسيطر على مجلس النواب، بالعكس لما تخش عدة أحزاب هنعمل قوائم جديدة وهنعمل أحزاب قوية جديدة، يبقى في تنافس حزب موجود في مصر، ونعود تاني لمصر الجديدة الدولة الديمقراطية. يعني آخر حاجة هتكلم فيها هو الإشكالية اللي اتحطت على حق رئيس الجمهورية في التعيين. هم عبتروا يحددوا له يحط كم مقعد للمرأة، كم مقعد لأصحاب مش عارف إيه، الكلام ده أنا أعتقد بيحد من حق رئيس الجمهورية في التعيين، لأنه هو بيعمل توازن بعد الانتخاب لمجلس النواب، شوف في ايه ناقص، في قانونيين قليلين، في نواحي اجتماعية، نواحي اقتصادية، بيعوض النقص ده اللي موجود في مجلس النواب بالنسبة المحددة له في الدستور. انا خلصت ونبتدي بزمايلي الاستاذ محسن، الاستاذ ناصر تحب انا ابدا أنا طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات، والأستاذ وحيوي في القضاء على الشعور بالعزلة والاغتراب داخل المجتمع، ونظرا لما مرت به البلاد منذ أوائل ثمانينات هذا القرن، وحتى الآن لم تنشأ على السياحة السياسية أحزاب قوية تستطيع أن تلعب دورا هاما وفعال في تكوين رأي عام ومؤثر في الحياة السياسية
وبعد قيام ثورة 25 يناير نشأت أحزاب كثيرة، ثم تلاها أحزاب أخرى عقب ثورة 30 يوليو التي بدأت ترسم خارطة المستقبل السياسي لمصر المستقبل. ولم تقدم هذه الأحزاب على كثرتها برامج حزبية واعدة تستطيع أن تقوم بتجميع الأماني والأحلام المستقرة والأفكار الفردية، وتقوم بصياغتها في صورة بناءة وبفكر موحد، وتؤدي دورها كهمزة وصل بين المواطن والحكومة. أيضا لم تستطيع هذه الأحزاب من أجل تقديم خدمة للمواطنين وإعدادهم سياسيا والمساهمة في خلق الوعي العام لدى المواطن المصري وتعميق الانتماء الوطني وتزويد المواطن بالمعلومات السياسية الضرورية، بحيث يكون على دراية بنوعية المشاكل التي تثور في المجتمع وأسبابها وأثارها. ولم تقدم الأحزاب الموجودة أيضا للمرشحين المناسبين للتمثيل البرلماني المقبل في مرحلة من أدق مراحل الحياة السياسية في مصر التي ترسم مستقبلها السياسي. الأمر الذي يتحتم معه تدقيق النظر في الانتخابات البرلمانية، خشية أن يتأتى برلمان لا يحقق أحلام المصريين بعد ثورتين، خاصة وقد تصدر المرشحين راقصة وأحمد عز ورموز الحزب الوطني المنحل، والمقدمات الحالية ليست مختلفة عن مقدمات برلمان 2010، ونخشى على البرلمان القادم أن يسرق كما سرق الأخوان ثورة 25 يناير. من أجل ذلك أطالب الحكومة بإعادة النظر في الانتخابات البرلمانية وتأجيلها حتى وتعديل القانون من أجل الحفاظ على مستقبل مصر. خاصة حاجة أخيرة أضيفها عشان نترك الوقت والمساحة للزملاء، التعديلات الدستورية الحالية أيضا ستؤدي إلى بطلان البرلمان المقبل، كما أن زيادة أعداد الدوائر والنواب لن تسمح أبدا بمناقشة القوانين بشكل جيد داخل المجلس لتكدس الأعداد، خاصة وأن البرلمان يقارب 600 عضو. البرلمان المقبل بهذا الشكل وبهذا الوصف سيقارب 600 عضو داخل البرلمان، مما سيكون عبء ثقيل على البرلمان في مناقشة القوانين وإقرارها. كذلك تقسيم الدوائر وفقا للتعداد السكاني، هناك أماكن متكدسة وعشوائية داخل محافظات القاهرة وبعض المحافظات، الأعداد بالنسبة لها ستكون أعداد قليلة. كل ذلك يؤدي إلى أن هذا القانون لابد وأن يطرح للحوار المجتمعي بشكل ويأخذ حقه بشكل كافي، ولابد من دراسة كل المشاكل التي السابقة التي تتعلق بالجرائم الانتخابية من رشوة انتخابية وسيطرة المال الانتخابي وكل ما تعرضت له من فساد في الحياة النيابية في الفترات السابقة. كل ذلك لابد وأن يؤخذ في الحسبان ويطرح على الساحة حتى نستطيع أن نتلافى كل هذه الإشكاليات من أجل برلمان يعبر عن مصر المستقبل، مصر التي تطمح في أن يكون هناك برلمان يرسم سياستها المستقبلية في الفترة المقبلة. شكرا. شكرا أستاذ نصر العسقلاني عضو المكتب التنفيذي لحريات المحامين. وبرضو عايزين نقول إن إحنا مش عايزين نخصص انتقاداتنا لحد بشخصه، ولكن إحنا عايزين نتكلم في مفهوم عام. إحنا عايزين مجلس نواب حقيقي يمثل مصر الجديدة، يمثل الخطة بناء مصرنا الجديدة بعد ثورتين عظيمتين هي 25 يناير و 30 يونيو. فبالتالي احنا بنطالب ان مجلس النواب الجاي يبقى مجلس مميز، في ناس تقدر تدافع عن الثورتين دول وتبني مصر الجديدة مرة تانية. الأستاذ محسن أبو سعدة عضو مكتب تنفيذي لجنة حريات المحامين. دعوة كانت على دعوة نقاشية مش حصار وراء 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 ورا
مقترحات يا استاذ. ما احنا بنقترح عليه السؤال. مقترحات حضرتك بتتكلم كان ان احنا اجتماعا. لا لا دي مقترحات ده لسه في. لا لا دي مقترحات للمناقشه احنا طرحنا. رايك فيها. مش عايز تقول رايك. عايز تقول رايك. فاضل رايك فيها. 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 اتفضل يا استاذ. بناء على اجتماع ولا اتبنى ازاي؟ لا يا فندم احنا ما بناش فيها ايه؟ دي الحلقه النقاشيه. انا شخصيا كعضو مجلس حريات ما حاجه على هذا الكلام. اللي انت الكلام ده اتفضل يا استاذ صبري احنا قاعدين بنناقش اهو. بعد اذنك. احنا ما بنيناش اليات العمل في الموضوع ده. ايه يا استاذ مصطفى؟ اتفضل يعني ما اتكلمش. اتفضل لا اتكلم. اتكلم انت يعني زميلك بيتكلم وانت اهو. لا ما اتكلمش. يا استاذ هيجي رايح هيجي رايح يقول. لا 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 مش اتكلم يا استاذ. لما يجي رايح يقول اللي عايز يقول. اتكلم يا استاذ صالح. لاحظوا على الهواء. احنا على الهواء. يا عم انا هوا ولا مش هوا؟ انا مش هوا. ايوه طبعا انا بعترض على ان الدعوه اقعد ناقش المقترحات يا استاذ صالح. اقعد ناقشها احنا قاعدين بنناقش اهو. انت اعتذرت وقلت انا عندي مشوار. انا اعتذرت ليه؟ الاستاذ عماد ما عبرش عن رايي. لازم انا اعبر عن رايي اقول رايي. اتفضل اقعد ناقش. بعد اذنك طيب انا شخصيا دعيت امبارح من حضرتك بتقول لي في حركه نقاشيه هنتكلم عن التعديل بتاع اللي حصل بناء على المحكمه الدستوريه. تمام. اذا ان احنا كان المفروض نبدا نقاش من هذا القرن مش فرض. انا بص أنا لا أتبع أي حد. أنا رأيي وقناعتي شخصية. مع احترامي لأي حد. يعني مع احترامي بعد موقف الأحزاب السياسية اللي تم لقائها أو موقف الأحزاب السياسية المصرية بصفة عامة وخصوصا سواء اللي كانت موجودة قبل 25 يناير أو اللي أنشئت بعد ثورة 25 يناير حتى الآن. هذه الأحزاب أنا أرى أن هي متعجلة جدا في ان هي تجري انتخابات وكاننا داخلين في نظام ان احنا ما بنبصش لمصلحه البلد بصفه عامه. انا الاحزاب المفترض حينما تلتقي تدرس وتناقش الاول ايه ظروف البلد؟ البلد بتمر ايه؟ وازاي لو اجرينا انتخابات ايه اللي هيتم؟ ايه الجمعيه العموميه للمترشحين؟ ايه الكيفيه؟ ايه الظروف؟ ايه عملية التأمين؟ عملية ظروف القضاء؟ ظروف التعليم؟ ظروف البلد بصفة عامة؟ علشان نختار التوقيت المناسب اللي من خلاله يتم إجراء الانتخابات. فأنا بناشد إن كل الأحزاب والقوى السياسية تتريص وتتراجع وتدرس وتتلاحم مع ظروف البلد الحالية بحيث إن يكون القرار بإجراء الاستحقاق الأخير من خريطة طريق يبقى إجراء متفقين عليه، كل البلد تكون متوجهة في اتجاه واحد ومحتشدين في اتجاهه بدون تسرع وبدون أي تعجل حتى نتلافى كل المشاكل اللي ممكن تطرأ عن هذه العملية. النقطة الثانية، إحنا لما قامت ثورة 25 يناير ثم تلتها 30 يونيو قضت على النظام الاستبداد اللي استخدم الدين في السياسة واستبد بسلطة الدين واستخدم الدكتاتورية في أداء الحكم، وبالتالي قضى عليها الشعب المصري وخرج النظام اللي استلم السلطة بعد 25 يناير وهو الآن مستبعد ويستبعد من كل شيء للطريقة اللي استخدم بها اللي هو حول البلد فيها إلى استخدام الإرهاب وخروج المشاكل وتصدير المشاكل للبلد سواء داخليا أو خارجيا، وبالتالي هذا الفصيل استبعد وخرج من الحياة السياسية بأحكام قضائية واضحة وصريحة. النقطة الثانية إن اللي قامت عليهم الثورة 25 يناير اللي المفترض ننقي الحياة السياسية من كل المرشحين اللي هم شاركوا في الإفساد السياسي واللي قدم إلى سن قوانين أذت هذا البلد ووصلتنا لهذا الوضع، كان يجب إن احنا أو نطالب قبل إجراء الانتخابات أن يتم محاكمات سياسية. هدف إيه المحاكمات السياسية؟ ليس التعطيل مصنع أو حبس شخص أو خلافه لأنها تختلف عن المحاكمات الجنائية. المحاكمات السياسية هي كل من شارك
في إفساد الحياة السياسية وتسببت في قيام ثورة 25 يناير وتدهور أحوال البلد إلى هذه المرحلة، كان لابد أن يكون هناك محاكمات سياسية. هذه المحاكمات توجه لكل من شاركوا حتى لو كان في المعارضة وشارك في هذا الإفساد السياسي يحاسب، ونتيجة هذا الحكم الذي سيصدر هو استبعاده من المشاركة في الحياة السياسية، حتى نترك الساحة لأشخاص آخرين ولشباب آخرين طموحين إن هم ياخدوا فرصتهم ويقودوا هذا البلد ويديروا البلد ويشاركوا في إدارة البلد. كان هذا مطلب لابد أن يتم، لأن طلبنا به بعد 25 يناير ولم ينفذ، ونطالب به الآن بعد 30 يونيو، ثورة 30 يونيو التي استبعدت الإخوان ورجالتهم وخرجتهم كل من يستخدم الدين في السياسة وفي الاستبداد. وبالتالي إحنا بنقول يجب أن ننقي الحياة السياسية وننقي الجمعية العمومية للمرشحين اللي هم بترشحوا نفسهم، لأن الشعب بيطرح عليه الأشخاص. إذا كان هناك رجل أو شخص معه مال وخلافه، فممكن أن هو يصرف هذا المال على الدائرة وعلى خلافه لكي يحصل على كرسي مجلس النواب، ثم نعود مرة أخرى كما كنا وكأننا لم نقوم بثورتين. وبالتالي بنؤكد لا بد من وضع آلية لاستبعاد، مش هنقول إقصاء كده من ما فيش، لا، لمن ارتكب. مش نحن نفاجأ أن نفس الأشخاص اللي هم قامت عليهم ثورة 25 يناير هم موجودين تاني ويتصدروا المشهد. مين هذا يقتل الطموح عند الشباب المصري؟ هذا يطلق الطموح عند الشباب المصري. لابد من الشعب والشباب ان المسؤولين الان ورئيس الجمهورية الان يدرك، لان احنا بنعتبر ان الرئيس السيسي الان هو رئيس الثورة، لان ده نتاج الثورتين، وبالتالي لابد بان هو يحقق مطالب الشباب ومطالب الشعب المصري. النقطة اللي عايز اتنقل له بالنسبة للقانون، إذا كنا هنتكلم في القانون، قانون الانتخابات اللي اتحكم بعدم دستورية بعض المواد الخاصة به، إن اللجنة اللي بتعدل الدستور وده المنوط باللجنة، واللجنة بتنظر له الآن، ودي نظرة أعتقد نظرة ضيقة جدا، إن هي تعدل المواد اللي تم الطعن عليها فقط. يعني هي فعلا بدأت تعدل قانون تقسيم الدوائر، مواد تقسيم الدوائر بدأت تعدل المادة الخاصة بالدعاية الانتخابية، بدأت تعدل قانون الجنسية اللي هي مادة الجنسية اللي يحمل جنسية أخرى غير المصرية من حقه الترشح، بدأت تعدل المادة الخاصة بتمييز المرأة في إن هي لو غيرت صفاتها، يعني غيرت صفاتها الحزبية كان في القانون القديم ما تسقطش، هم عدلوها سووها بالراجل، كان في تمييز فيها ما بين الرجل والمرأة، بحيث ان نص القانون كان بينص على ان الراجل لو غير صفته الحزبية تسقط عدويته، اما المرأة ما نصش عليها. وبالتالي هم بيعدلوا المواد دي فقط، ولكن نحن نرى ان قانون مباشرة الحقوق السياسية وايضا قانون الانتخابات به عوار دستوري كبير، بل في الدستور نفسه بعض المواد اللي لابد من تعديلها، بس دي معضلة. يعني تعديلها لو كان فيه فرصة ان الدستور يتم تعديل المواد اللي بتتعارض مع ان احنا ننتج مجلس نواب قوي وجيد ويتواكب مع ثورة 25 و 30 يوليو، ممكن يكون هناك بعض الاجراءات التعديلات في الدستور اللي هي مثلا قانون الجنسية. ازاي رئيس الجمهورية اللي هو الفرد باختصاص الفرد بس فقط حطه لابد ان يكون مصري الجنسية ومتفرد به، اما مجلس النواب اللي هيشرع القوانين واللي هيكون مسؤول عن القوانين، وده اكثر من عضو، وده اكثر من عضو، يعطي الجنسية ان يكون الجنسية الاجنبية للمرشح لمجلس الشعب. اعتقد ان ده فيها تضارب، وان هي ضد المصلحة العليا للبلد، من الناحية إن هو طالما راجل ارتضى لنفسه أن يحمل الجنسية الأجنبية ويعيش خارج هذا البلد، وجميع القوانين حتى في أمريكا تمنع على غير حامل الجنسية الأمريكية أن يترشح في أي مجلس من المجالس أو يكون مسؤولين مهمين داخل البلد. وبالتالي نحن في لجنة الحريات كما قلت إن احنا حريصين إن وبنطالب بتوخي الحذر والتأجيل لمدة معقولة، أولا تواكب الظروف العامة
اللي بتمر بها البلد، ثانيا أن يكون هناك تمحيص ودراسة للقانون بما يفرز كما قلت بما يفرز أعضاء لمجلس نواب جدد، من لفش في نفس الدائرة، جدد يمثلوا مصر بعد ثورتين عظمتين أقرها الدستور المصري، ثورة 25 يناير و30 يونيو. وبالتالي لابد من تصفية وتنقية المرشحين الذين يتقدمون لمجلس النواب حتى نعطي للشعب المصري فرصة جيدة للاختيار، بدل ما نزيف أو نكون هناك تزييف عن طريق المال السياسي وخلافه لإرادة هذا الشعب، ونحقق بذلك ما نصب إليه. وبالتالي أنا بأكد تاني أن هيكون هناك لقاء آخر يوم الحد المقبل لتدارس هذه القوانين وطرحها بعد أن يكون، لأن القانون لجنة الإصلاح لجنة المعدة للقانون مجلس النواب سحبته مرة أخرى ورجعت تعدل فيه، وبالتالي لا نستبق الأحداث وننتظر خروجه مرة أخرى لكي نقوم بمناقشته والمطالب بالتعديل إذا كان هناك أشياء نريد تعديلها، ولكن مركزين وبنركز على النقطتين المهمين جدا، إن إحنا نتريث وإن إحنا ننقي المرشحين اللي يترشحهم لمجلس النواب حفاظا على مصر وحفاظا على مستقبل شعب مصر. وشكرا لكم جميعا.